سهرنا نطلب العالي مثل كل يوم والتالي، وبعد ما الكل هنانا دموع الفرح هي التعبير. طوينا الصعب وأوقاته، تخطيناها عثراته، قضيناها ليالينا ما بين الجد والتفكير. توعدنا مع الأحلام نسابق لجلع الأيام، وعاندنا التعب فينا ونلنا كل الحب والتقدير. انتو أعظم وانتو أسمى من لبس هذا الوشاح، شي طبيعي الكل يحكي ويفرح بهذا النجاح. انتو أعظم وانتو أسمى من لبس هذا الوشاح، حققتوا أماني كل قم بحبكم. ألف شكرا للطموح اللي رافق دربكم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني وبلادي ومليكي، وأن أراقب الله في ممارسة مهنتي، مسخرا عندي لصون حياة الناس دون ما تفريق بينهم، محافظا على أعراضهم، ساترا لعوراتهم، وكاتما لأسرارهم، وأن أجتهد في طلب العلم موقرا من علمني ومعلما من يصبرني، والله على ما أقول شهيد. حلمكم أصبح حقيقة، باسم الأمجاد غنى، واسم رؤيا صار رؤيا يفتخر فيها وطننا. حلمكم أصبح حقيقة، في سما الأمجاد غنى، واسم رؤيا صار رؤيا يفتخر فيها وطننا. يا أيادي الرحمة فعلا كنت بلسم للجراح، كنت أجمل بسمة يرسم نورها فجر الصباح. تخرجها طبعا اليوم أنا أسعد إنسانة يعني، وهذا التخرج أثلج صدري كثير صراحة، وبإذن الله يكونوا هم في خدمة الوطن. يعني إحنا أهم شيء عندنا يكونوا في خدمة الوطن إن شاء الله، ويشرفونا يعني دكاترة سعوديين قمة ما شاء الله تبارك الله، وربي يوفقهم إن شاء الله ويسعدهم ويفرح قلبنا فيهم إن شاء الله. كل الشكر والتقدير للعميد الدكتور فارس وكل أعضاء هيئة التدريس، أنا حابة أشكرهم على وقفتهم معانا وعلى جهودهم في هذا اليوم العظيم. التحدي والإرادة كان للإنجاز موعد، والتخرج والشهادة فرح هالليلة تأكد. بالتحدي والإرادة كان للإنجاز موعد، والتخرج والشهادة فرح هالليلة تأكد. طيروا سرب التهاد الأغاني، الهنا ما له
يعني، بس في نفس الوقت الحمد لله عديناها وقدرنا نتخرج. الحمد لله عدت بكل حاجة حلوة، الله سهلها والحمد لله. وأشكر ماما مرة كثير وجوزي وأخواتي، يعني ألف شكر لهم. أنا مرة تعبت والحمد لله ربي أعطاني، الحمد لله. والله ما في شيء سهل، ونفسي أتخصص إن شاء الله جراحة. والله تجربة جدا رائعة الحمد لله، ذكريات لا تنسى، وصراحة يعني فرصة لكل والجميع أنه يجربها ويعيشها إن شاء الله. والله أول شعور هي بالنسبة لي، وأنا مرة فخورة بيها، الله يسعدها. الحمد لله على هذا اليوم، اللهم لك الحمد، صبرنا 6 سنوات لكن الله عوضنا. ألف شكرا للطموح اللي رافق دربكم. يعني هذه كانت أمنية حياتي إنها تكون دكتورتي، وهي بنت على 3 أولاد، والثانيين الحمد لله في كلية الطب، بس هي شهد الأولى، ولازلت تفتخر إن أبو شهد، ولازلت تعتز، وهذه ليلة عمر وعقبال كمان إن شاء الله، وعقبال البنات فرحان، كل بناتنا بنات الوطن يمثلوا الوطن. الحمد لله تخرجت وكانت التجربة سهلة؟ أيوة الحمد لله، والله صعبة بس يعني الحمد لله عدت على خير، عدت بسهولة ويسر يعني الحمد لله. الله يبارك في عمرك. ناوية تكملي ولا خلاص تشتغلي ولا ايش بتسوي؟ إن شاء الله لا ناوية نكمل، نصير إن شاء الله زي بابا في فسارة. حلمكم أصبح حقيقة، اسم الأمجاد غنى واسم رؤيا صار رؤيا يفتخر فيها وطن. الحمد لله ربي شرفني وفرحني بدا اليوم اني انا اشوفها في هذا المكان وفي هذا اليوم الجميل. متعبه بس الحمد لله تخرجنا. ما شاء الله الحفله مره كويسه ما شاء الله، وتعبت كثير، ما توقعت دفعه الخريجين قد عدد كذا كثير. الحمد لله يا رب، صعبه لكن عدت بفضل من الله ودعم من ماما واخويا والوالد الله يرحمه، الحمد لله عدت بنعمه، يا رب لك الحمد. في طموح طبعا نبغى نكمل باذن الله تعالى، لكن الله يكتب اللي فيه الخير. انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. وانا عارف انها هي قالت صعبه بس ما كانت صعبه عليها، ولا ما كانت جابت التميز، وانا عارف انه طموحها اعلى من كده، وباذن الله انا منتظر منها حاجه اكبر من كده باذن الله. صح جابت حاجه حلوه، ولكن انا ادري هي عندها قدره على افضل من كده، وانا قاعد انتظرها منها ان شاء الله في المستقبل القريب. انتوا اعظم وانتوا اسمى، اللي بس هذا الوشاح شيء طبيعي الكل يحكي يفرح هذا النجاح. انتوا اعظم وانتوا اسمى، اللي بس هذا الوشاح شيء طبيعي الكل يحكي يفرح هذا النجاح. يلي حققته اماني اللي قام بحبكم، الف شكرا للطموح اللي رافق دربكم. بس عندنا حاجه واحده بنسويها، اللي هو السلام عليكم نزل عشان نطمن المشروع. نزل السلام بعد كلمه الطلاب في اداء القسم اللي حيكون من رئيس مراكز التصوير. اسمع الشتات هذه سيتحدث عنها العالم. والله التصوير بس بروفات، هذه كلها بروفات قبل ما يجي الامير. اطلعوا بنفس الوقفه الان، بس اعطوني الان مين اللي ما هو باين. احنا لازم نكون جاهزين قبل ما نبدا اقل شيء باسبوع، نكون مخلصين شغلنا مفنشين مقفلين تمام، على اساس الناس تاخذ الشغل وتبدا ايش تشتغل عليه الفكره الاخراجيه مع استاذ محمد. اللي قلبي حبكم، الف شكرا للطموح.